عندما تلقي نظرة على الواجهات الزجاجية لمحلات الخياطة القديمة في مدينة طولكرم، ستجد نوافذا زجاجية كبيرة مزينة بستائر قديمة وملونة تعكس جوا من الحيوية والحرفة اليدوية، تشعر وكأنك تعيش في مشهد فني متحرك. مخيطة العم فتحي القدومي التي توارثها عن أبيه فايز القدومي رحمه الله منذ أكثر من 70 عاما. أنا اسمي فتحي القدومي من طول كرم. أنا بشتغل تاجر في المحل هذا من ورثته عن أبوي. من سنة 47 كان مفتوح المحل، وأنا ورثته عن أبوي وطورت الشغل. يعني كنا نشتغل في الأواعي، بعدين طورنا الشغل، صرنا مخيطة، نخيط فرشات ومخدات ولحف وشراشف وبرادي، وبننجد كنبيات كمان. واحنا ان شاء الله مستمرين في هذا الوضع، يعني كمان وكمان، ونقدر نخدم الناس، بنقصرش ان شاء الله معهم. واسعارنا يعني مناسبه للجميع، يعني من الفقير للغني احنا اسعارنا مناسبه للكل، مش واحد، يعني الكل بيقدر يستفيد من اسعارنا. هاي المهنه يعني قليل جدا اللي بيشتغلوها، يعني وان شاء الله احنا بنحافظ عليها وبنخليها نطورها. انا بعلم في ابني، في ولد عندي صغير بعلم فيه، مشان ما تنقطعش هاي المهنه نهائيا. وهاي المهنه انا اصلا بعشقها عشق، بحبها. يعني انا من وانا صغير يعني كنت بعشق الخياطه، وكان عندنا مشغل في الزمانات ونشتغل فيه وطورنا. بعدين لما فتحت طرق الاستيراد والتصدير قتل المشاغل كلياتها، وتضررت المحلات كثير منه. صاروا يجيبوا البضاعة يجيبوها أرخص مما بتكلفنا إحنا هنا في الشغل، الإنتاج المحلي، فخفت شغلها المشاغل، فاضطرينا نلجأ للخياطة الشعبية. أنا خياطتي خياطة شعبية، كل إشي بيحتاجه الشعب أنا عندي موجود إن شاء الله من الخياطة.